حلو وعدكم مع ايت سمارت، واليوم معي رندا فهد، واليوم موضوعنا شو الاكلات يلي بيساعدوا للاشخاص يلي عندهم سرطان الكلاوي. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني. كتر خير الله. اليوم موضوعنا مهم كثير، ولكن اكيد يعني الاكلات بالاكل في دائما طرق ومساعده صح تنساعد الاشخاص، وخصوصا الاشخاص اللي هن اوريدي مرقوا بهالمرحله وعم يصحوا منها. طب شو لازم يعملوا حتى نكمل عم نصح، وحتى نحن نتفادى الخطر من انه يصير معنا يتراجع مره ثانيه هذا الموضوع؟ بدي نبه المشاهدين انه دائما نحن بالاكل عم نقلل الاخطار. طبعا في عنا ليصير عنا امراض سرطانيه في عده اسباب، ولكن الشغله اللي نحن من الشغلات اللي بنقدر نعملها كنترول هو الاكل. ليش لا رح نكون عم نساعد المشاهدين فيه. ولكن خبيتك بدنا نبلش والمسابقه، نحن مسابقتنا بلشناها الاسبوع الماضي اللي هي بتقول اي في جلايسيميك اندكس اقل، هل هو بالاناناس او بالفريز؟ المشاهدين عم يجاوبوا من ثلاث الماضي على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي سي او بيري لايت هيلث سنتر. معكم مجال لبكره لنكون عم نعلن اسم رابح ام رابحه لياخذوا مأكولاتهم من مطابخنا مطابخ بيري لايت. وخبريتي عم نحكي كثير ستيفاني وبتسمعينا عم نحكي عن شيء اسمه انترميتنت فاستنج، يعني هو الصيام المتقطع. صح. وهول الابحاث عن هذا النوع من الصيام عم يقولوا انه هو بيساعد لانقاص الوزن، هو بيساعد لامراض معينه مثل امراض الكوليسترول التريجليسيرايد السكري، وحتى بيساعد انه واحد يعيش مده اطول. ولكن بعد في ناس ما بيعرفوا شو هو الانترميتنت فاستنج، او بالحقيقه هل هو في نوع واحد من انواع الصيام؟ واليوم هيدا البحث بين انه بثلاث انواع من انواع الصيام، في عده انواع من الصيام، ثلاثه منهم رح اشرح لكم شوي عنهم. اول واحد بيقول الصيام اللي هو 5-2، يعني بنصوم يومين صيام وخمس ايام بيكون اكل مفتوح. طيب شو يعني هيدا؟ يعني بيومين من ايام الجمعه في قصص خصوصي لازم ناكلها، بياكل واحد الصيام يعني بياكل بس 500 كالوري. يعني هل قد ناخذ سوا وقفه كثير صغيره رندا ومنتابع. نرجع لكم رندا، كنت عم تحكينا عن خبريتك للصيام، الصيام المتقطع. كنا عم نحكي انه اذا واحد صام ليومين وخمس ايام اكل عادي. شو يعني صام؟ صام يعني بياكل بس 500 وحده حراريه، ومعظمها بدها تكون من البروتينات اللي جايين او من مصدر حيواني او من المكسرات او من اللبن الى اخره والاجبان. ما في فواكه ابدا؟ بيكون في، ولكن الكميه قليله. يعني بدك تحسبي ستيفاني انه كل نهار واحد ياكل 500 كالوري اللي هي كميه كثير قليله، بمقابل الخمس ايام الباقيين. صحيح واحد بيقول انه فيكم تاكلوا اللي بدكم اياه، ولكن بدنا ناكل اللي بدنا اياه، الاكل الصحي. هذا نوع من الصيام. الصيام الثاني اللي هو صيام ال 8-16. شو يعني هالارقام؟ يعني الانسان بيكون ب 16 ساعه هو صايم، ومده اكله هي فقط 8 ساعات. فاذا بخلال 8 ساعات بنهار بيكون عم ياكل اكله اللي هو بياكله، ولكن خلال بس 8 ساعات بنهار. يعني واحد وقف 6 عشيه لل10 ثاني يوم الصبح ما بيكون في اكل. والصيام الثاني فينا ناخذ سوائل؟ سوائل على طول، المي بس مي. أو شاي. مزبوط. وآخر نوع من الصيام هون بهالثلاث أنواع اللي انعمل لها ستدي هو صيام واحد واحد، يعني نهار بيبقى عم يصوم اللي هو وقتها نقول عم يصوم يعني 500 وحدة حرارية، ثاني يوم بناكل من الأكل الصحي قد ما بدنا. هلا السؤال هون لشو بنأدي النتيجة؟ العالم اللي كانوا أوبيز عندهم نصاحة مفرطة قدروا ينزلوا بخلال 3 أشهر 6 كيلو، كل ما هن عاملين هيدا السيستم كانوا محافظين إنه عم ينزلوا بالوزن. هالشيء مثل ما قلنا بين تأثيره الإيجابي على التريجليسيرايد، وبين انه هو لانه الاشخاص كانوا عم ينزلوا هالقد بالوزن التأثير الإيجابي على الضغط، فنزل كمان الضغط عندهم.
هلا كمان السؤال الثاني اللي بنساله بركي نحن كثير خبصنا بهالوقت اللي نحن عم ناكله، اكيد هون بكون ما عم ننفع حالنا وبكون عم نتحرقص بايامات الصيام، فاجمالا الشخص اللي عم يعمل هالصيام بطريقه معينه هو صايم، وقت يكون منه صايم ما رح لازم ينتبه على اكله. اكزاكتلي بده ينتبه، سو بالنتيجه مش ناكل 5000 كالوري وغير ايام ناكل 500. سو كمان لارجع استنتج انه هل هو هيدا سحر؟ هيدا منه سحر، هي طريقة من الطرق لواحد هو في يتخذها لإله ليكون عم يهتم بحاله ويكون عم يظبط نوع رجيمه الصحي. بينفع ما بيضر 100%، بينما كمان بينفع انه نحن نكون كل يوم عم ننتبه باكلنا، فاذا هون شو الشيء اللي انت مناسب لك، الشيء اللي انا مناسب لي، المشاهد كل واحد اللي مناسب له اكيد في ياخذه. وفي طريقه الواحد بيتعشى اخر شيء الساعه 6 ما بيقعد بياكل لا ثاني نهار الصبح لا الساعه 10 كمان هيدي طريقه. انا بعتقد هيدي من احلى الطرق اللي لو انا كنت محلكم بدي استعمل واحد من انواع الصيام انا كنت استعملت هيدي. اوكي لنبلش بموضوعنا ستيفان، ان شاء الله يكون عندنا وقت لانه موضوعنا كبير، واذا ما كان عندنا وقت فينا نكون عم نشتغل فيه بعدين. ليش اخترت السرطان الكلى بحد ذاتها؟ بالحقيقه لانه استوقفتني مدام بواحد من المولات وطلبت مني احكي عن هالموضوع وعدتها احكي فيه اليوم. نحن وقتها عم بوصل لمرحله انه صار شخص معه سرطان الكلى، اضطروا انه يشيلوا كلوه، ضل في كلوه ثانيه، ونحن بدنا نحاول نحمي هذه الكلوه، فاذا انا من هون بدي بلش، فشو هو الاكل اللي بيحمي، شو هو الاكل اللي بضر؟ بدي احكي اول شيء عن المأكولات اللي بتضر، وبرجع على موضوع اللي هو الكحول، وتبين بهيدا النطاق اذا الكميه الصغيره اللي هي الشاط اما الاصبعين من الكحول، إذا واحد تناولها يومياً هيدا بيأثر بطريقة كتير سلبية على عدة أنواع من الأمراض. نحن بنعرف مرض سرطان الثدي والتم والإسوفاجس، ولكن كمان لمريض الكلى. فإذا الكحول ممنوع أكيد بتريتمنت يخدها لأنه بتأثر على كيف الأدوية عم يشتغلوا، وبعدين كمان بدنا نكون عم نوقفها. هيدا واحد الكتير الدراسة بيانته هو النيتريتس، الأهمية أنه ما نتناولهم اللي هن موجودين باللحومات المصنعة اللي دايما عم نحكي عنها، حتى بالجامبون حتى بالحبش كمان، والأشياء اللي نحن بنشوف أنه عم تعطي هاللون الزهري اللي نحن عم نرغبه. والسؤال بيجي طيب شو هي الدراسات حول اللحمة هون؟ اللحمة عندي شغلتين، أصلاً كثرة تناول اللحم أو السمك أو الدجاج هذا شيء في أثر سلبياً إذا عندي مشاكل بالكلوة، هو في تعب الكلوة. فأول شغلة البروتينات من مصدر الحيواني. أوكي. سو أول شغلة بدي أقولها الابتعاد عن اللحم الأحمر لسببين، أوريدي اللحمة هي بتقل على الكلوة، واللحم الأحمر بيحتوي على دهنيات أكثر من أنواع تانية من اللحوم. السمك والدجاج. والبيض؟ هلا البيض هون لأنه كميته ما بتاكليها من قد قطعة اللحمة اللي هي بناكل 200 جرام أما هيك، فهون وقتها تاكلي بيضة منا آخر الدنيا. فإذا هون مشان هيك عم أقول ابتعاد عن اللحمة، وبحب أدل اليوم ليش قلت اليوم بالتحديد اللحمة الحمراء أكثر من السمك والدجاج، فإذا هو تخفيف من كل أنواع اللحوم الحيوانية ولكن اللحمة الحمراء لأنه فيها دهن أكثر. هيدي شغله. حاولت احكي عن الدجاج والسمك، حتى انا بقول المفضل نحن ما ناكلهم شقف كبيره على وقعه واحده، نحطهم دائما بقلب الطبخه، فنكون عم نطبخ طبخه وبيكون فيها شويه سمك اما يكون فيها شويه لحمه بقلبها. هلا من الاشياء كمان اللي بينت كثير ايجابيه هو تناول الالياف. الألياف اللي بتجي أما من الخضار طبعاً والفواكه، أما من المكسرات، أما من البقوليات اللي هي هلأ نحن بحاجة لأنه ناكلها حتى كمان ما يصير عندنا فقر دم لأنه عم نخفف من اللحومات، فبيجي دور الفول والفاصوليا. فيهم ياخدوا سبليمنتس حديد إذا صار عندهم مشكلة؟ هيدا رح سؤال كتير مهم، بس لكمل فكرتي أنه تناول الألياف كمان بيّن أنه هو له بالفعل حماية معينة للكلى بهيدا النطاق، مش بس لسرطان الامعاء اللي نحن بالاصل نحكي عنه. بالنسبه للسبلمنت وسؤال لانه كثير مهم،
بليز ما بدي ابدا ناخذ ولا نوع سبلمنت له علاقه بالموانع التاكسد اللي نحن بنسمع فيها، لانه ما في دراسه بينت انه هي سلبيه، وما في دراسه بينت قديش ايجابيه اذا بناخذها كسبلمنت. انا اذا بدي اخذ موانع تاكسد بدي اخذهم من خلال الخضره والفواكه اللي انا عم بتناولهم، لان كمان عم يعطوني الالياف. هلا أخذ الحديد، لأنك سألتيني على السؤال، إذا كان في فقر دم أكيد لازم الشخص يكون عم يتناول حبوب الحديد، ولكن بهذه الحالة أبداً ما بناخذ شيء بدون استشارة الطبيب اللي هو بده يدلنا. رندا، الإبر أحسن من الحبوب؟ هلا ليش واحد بياخد إبر، ليش واحد بياخد حبوب؟ في عندك أشخاص منهم ملتزمين إنه ياخدوا الحبة كل يوم، فأهين لهم ياخدوا الإبر. في أشخاص الحبوب كتير بتعمل لهم للعين نفس أوريدي، هن بيكون عندهم هالمشكلة، أو بتعمل لهم كتام، فإذا هون بس زيت الإفكت على الكلوي، زيت الإفكت كرمال ما يكون في نقص. بالدم. وبرجع بقول استشارة الطبيب كتير مهمة بهيدي الحالة. أكيد منتابع هالموضوع غير مرة. حكيت نقطتين من أصل تقريبا 20 نقطة كان بدي أحكيهم، فأكيد بنتابع هالموضوع بمرة تانية. ميرسي رندا، بنشوفك بكرة. أنا مشاهدينا وقفة، منتابع العيد.